هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. صاحب الكلب. مع مرور الوقت لم يعد الأمر يثير الانتباه، فقد اعتاد الناس في محيط ملعب بوفاريك في الجزائر رؤية ذلك الرجل الذي لا يعرف له اسم ولا مهنة محددة. كانت أناقته البادية وحرصه على أن يكون حليق الذقن يومياً وأن يرتدي من اللباس ما يوحي بأنه رفيع القدر، كل ذلك كان مما يثير الريبة في نفوس من يصادفونه كل مساء في محيط ملعب كرة القدم أو وهو في الطريق إليه. وحين كان يأتي أحد على ذكره فإنما كان يتحدث عن صاحب الكلب، وكان من يستمع يفهم تلقائياً أن الحديث عن ذلك الرجل الذي يأتي من شارع الإخوارتال لفخيغتال. كان ذلك الشارع الخط المستقيم الأقرب إلى الفضاء المحيط بملعب بوفاريك. كان هناك من رجح أن صاحب الكلب يسكن في زنقة شرشال بوعلام. كان قبل أن يبلغ فضاء الملعب يحرص على أن يبقى ممسكاً بقلادة كلبه، لا يرسله إلا بعد أن يعبر الطريق إلى الرصيف المحاذي للملعب. لم يكن في كل هذا ما يثير الانتباه لولا اصطدام حدث يوماً بين صاحب الكلب وأحد حراس الملعب، شهد عليه بعض المارة وطائفة ممن يزاولون هواية الجري. فقد اقترب الكلب من الحارس، لم يهاجمه ولم يدمدم بمحاذاته، ولا هو أبدى سلوكاً يهدده به. ظن صاحب الكلب بل كان موقناً من أن كلبه لن يؤذي الرجل وأن الحارس لن يؤذي الكلب، ولكن لسبب غير معلوم ولا مفهوم أمسك الحارس بعصا كان يضعها أسفل الحائط على بعد مترين وهش بها على الكلب الذي نبح ثم صرخ صرخات متتالية. حدث كل شيء على مرأى من صاحب الكلب، بل إن بعض المرة استوقفهم الذي حدث. جرى الكلب نحو صاحبه وهو يصرخ وقد أخفى ذنبه بين ساقيه. واصل الرجل تقدمه بخطى متسارعة نحو حارس الملعب وهو يسأله بنبرة متوعدة عن السبب الذي جعله يعتدي على كلبه. كان الحارس يقف مكانه وهو ممسك بعصاه الغليظة بما يوحي بأنه يستعد لاستعمالها في مواجهة لم يكن يشك في أنها واقعة. وقد فاجأ صاحب الكلب من كانوا شهودا على الواقعة بالسرعة التي جرد بها الحارس من عصاه وإسقاطه أرضا. كان الكلب ينط يمينا ويسارا وهو ينبح نباحا مسترسلا. اقترب من الحارس وأمسكه من سرواله وبدأ يسحبه على الرصيف. كان صاحب الكلب قد وجه بضع لكمات وصفعات إلى الرجل المجندل على الأرض، أمر كلبه بأن يتركه. وقف وهو يقول للحارس الذي ظهر الدم على فمه وأنفه: إن كررت ما فعلت مرة أخرى فستنال أكثر مما نلت اليوم. وإمعانا في التحدي أضاف: سيأتي الكلب غدا إلى هنا في الوقت نفسه وسأرى ما الذي ستفعله. وضع الرباط لكلبه، عبر إلى الرصيف الآخر ومشى بخطى هادئة لا تخلو من خيلاء. الذين كانوا شهوداً على تلك المواجهة تحلقوا حول الحارس مواسين، بينما استأنف بعض من هواة الجري عدوهم. سمعت أصوات تحرض الحارس على تقديم شكاية ضد صاحب الكلب ومتابعته قضائياً. اكتفى الرجل بتحريك رأسه، انتهى المشهد وابتلع باب جانبي للملعب الحارس الذي لم ينس أن يحمل عصاه التي لم تنفعه. اختفى الكلب وصاحب الكلب في شارع الإخوارتال.
تلك الحادثة التي وقعت مساء 25 يونيو من العام 2000، وإن كانت وقائعها انتهت سريعاً إلا أن أصداءها ترددت وتناقلها من لم يكونوا حاضرين عن الذين كانوا شهوداً عليها، بل إن منهم من أضاف إليها من عنده اجتهاداً في التشويق، وربما حملت رواية من تلك الروايات غير قليل من نقمة دفينة على تسلط أشخاص غامضين مثل صاحب الكلب الذين يوهمون عموم الناس بأنهم من ذوي النفوذ، أو أنه بمقدورهم أن يعاقبوا كل من يعترض سبيلهم بالسجن أو بالضرب. في اليوم التالي تقدم حارس الملعب واسمه رابح إلى مقر سرية الدرك في بوفاريك بشكاية ضد صاحب الكلب. لم يكن يعرف له اسما، ولكنه أدلى بما يكفي من الأوصاف للتعرف على الرجل. كان وجه الحارس رابح يحمل كدمات واضحة تشهد على ما تعرض له. قال إنه تعرض للاعتداء فقط لأنه حاول التصدي للكلب الذي هاجمه. تم تسجيل الشكاية وانصرف الحارس إلى حال سبيله. مساء اليوم التالي كان هناك من حضر إلى محيط ملعب بوفاريك مترقبا حدوث مواجهة جديدة، أو ليحضر لحظة القبض على صاحب الكلب. كانت الحركة يومها أكثر نشاطا، وشوهدت سيارة للدرك تمر من المكان، ولكن صاحب الكلب لم يأتي يومها، وظل الحارس رابح واقفا بباب الملعب والهراوة في يده. كثيرون هم الذين تساءلوا عن السبب الذي جعل صاحب الكلب يتخلف عن القدوم بكلبه إلى محيط الملعب كما دأب على ذلك. منهم من قال إنه تفادى حدوث مواجهة جديدة، وآخرون ذهبوا إلى أنه قد يكون خشي القبض عليه. وهمهمت أصوات بأنه ليس عسيرا على سرية الدرك أن تصل إلى صاحب الكلب، ففي بوفاريك قليلون هم الذين يملكون كلابا تقاسمهم مساكنهم. كان هناك أيضا من شكك في صدق نية المسؤولين في سرية الدرك في البحث بجد عن صاحب الكلب، وكان تشكيك هؤلاء يقوم على أن أمثال صاحب الكلب كثر، وأن كل واحد منهم يخفي وراءه أسرارا وعلاقات متشابكة ومصالح تتقاطع. مرت عدة أيام ولم يظهر أثر لصاحب الكلب، ولعل الحارس رابح أحس بما يصفه الجزائريون الحجرة، فتوجه ذات صباح إلى مقر سرية درك بوفاريك يسأل عن مآل شكواه. كانت الكدمات التي نالته من جراء اللكمات التي تلقاها من صاحب الكلب قد اختفت أو كادت تختفي، ولكنه لم يتلق من المسؤولين هناك جوابا شافيا، وأيقن أنه في مواجهة واحد من أولئك الذين بالصمت الذي يلازمهم وتقطيب الوجه يجعلون الناس يعتقدون أنهم من رجال النظام. يذكر رابح أنه عاد يومها من مقر سرية الدرك وقد أصابته خيبة أمل كبرى. انقضى على تلك المواجهة ما يقرب من 3 أشهر لما ظهر صاحب الكلب من جديد. رآه رابح وهو لا يكاد يصدق عينيه. جاء الكلب إلى حيث كانت تلك المعركة التي غاب عنها تكافؤ القوى. فضل رابح أن يدخل ويغلق الباب بإحكام. يكاد يبكي لفرط ما يحسه من إحباط. ماذا يفعل؟ يبدو أن درك بوفاريك حفظ شكايته، فهل يتصرف من تلقاء نفسه وينتقم؟ هل يفعل؟ لا ينسى رابح أن خصمه عنيد وقوي، لقد خبر قوته البدنية، ولعله يخفي قوة أخرى يستمدها من علاقات مفترضة له مع أطراف نافذة. لا يغيب عن ذهنه أن بوفاريك خارجة عن دائرة أضواء اهتمام السلطات هناك في العاصمة. أطل من الباب فرأى الكلب وصاحبه يعبران الطريق ويختفيان في شارع الإخوار التال. مساء ذلك اليوم الموسوم بطلائع الخريف قرر رابح أن يتصرف وأن ينسى شكايته. لن تكون مواجهته مع صاحب الكلب كتلك التي نهض منها مهزوما. قرر أن يتبع صاحب الكلب ليعلم يقينا مكان سكناه، يظنه غير بعيد.
بعد 3 أيام من الظهور الجديد لذلك الرجل الغامض وكلبه، تلفع رابح بما أخفى ملامحه وارتدى معطفا فضفاضا. جاء صاحب الكلب يفسح كلبه ولم يختلف المشهد. في المحيط ممارسون للجري وآخرون مكتفون بالمشي. ظل رابح يراقب، ولما رأى صاحب الكلب يغادر المكان خرج من مكمنه وتبعه. رآه يمضي في شارع الإخوة رتال، ثم انعطف في زنقة مامو أحمد. صادف مرور دورية للدرك، رأى رابح يدا تلوح بالتحية من سيارة الدرك التي لم تتوقف. واصل صاحب الكلب وكلبه طريقهما ودخل زنقة شرشال بعلام. في مستهلها رآه يفتح باب منزل من البنايات القديمة. رأى الكلب يدخل أولا، ثم تبعه الرجل وأغلق الباب. لقد صار يعلم له عنوانا الآن، مع ذلك لن يعود إلى مقر سرية الدرك. رأى رابح أن يراقب تحركات صاحب الكلب وأن يضع خطة محكمة للانتقام منه. كان برنامج عمله يساعده على ذلك، فعدا نهايات الأسبوع لا تكون هناك مباريات، وفي باقي الأيام هي حصص للتدريب. كان ينهض باكرا ويذهب إلى زنقة شرشل بعلام يراقب. الأشجار المصطفة على الرصيف تساعده على التخفي. لم يكن صاحبه ممن يغادرون منازلهم باكرا، وقد استنتج سريعا أنه ليس مرتبطا بوظيفة محددة. كان يخرج في الغالب الأعام في حدود 10 صباحا، يركب سيارة رمادية اللون وينطلق. يبقي كلبه في المنزل، وكان ذلك مما يجعل تنفيذ الخطة غير يسير. تحاشى رابح وهو يراقب أن يسأل أحدا من الجيران عن هوية الرجل، يعلم أن لا أحد يستطيع أن يقدم له معلومات ذات أهمية. رأى أن السبيل الوحيد للنفاذ إلى أسرار هذا الرجل الغامض التسلل إلى منزله، ولكي يتم له ذلك عليه أن يتخلص من الكلب. لا تبدو المهمة سهلة. مضى بتفكيره إلى أن يسممه. كانت تلك الطريق الأقرب في تصوره. أعد خليطا من لحم مفروم وسم لمحاربة القوارض. كان قد لاحظ أن صاحب الكلب كان يتعمد ترك إحدى النوافذ شبه مفتوحة، وقرر أن تكون منفذه إلى البيت. يومها رأى السيارة الرمادية تبتعد. لم ينتظر كثيرا، اقترب من النافذة، وما أن صار عندها حتى انطلق نباح الكلب. ألقى إليه بكرة من اللحم المفروم المخلوط بالسم، ظن أن الكلب التقمها، وحتى يضمن مفعولا سريعا ألقى إليه بكرة أخرى. ترك النافذة ومضى حتى ملتقى زنقة شرشال بعلام مع شارع الفدائيين. وقف هناك فترة ثم عاد. لما وقف عند نافذة منزل صاحب الكلب لم يسمع نباحا، وظن أن الكلب قد مات أو هو يحتضر، وأن الطريق صارت سالكة كي يتسلل إلى الداخل. لما اطمأن أن الشارع خال من المارة فتح النافذة على مصراعيها وتدلى إلى الداخل. كان الكلب ممددا على أرضية الغرفة، ظنه مات. توغل في الداخل، اكتشف بابين، فتح الأولى وكانت لغرفة النوم. في الدولاب ملابس للرجل، وفي درج الطاولة التي بجانب السرير أوراق حملها، وضعها على طاولة في البهو. ثم فتح الباب الآخر، كان به صالون. لم يكتشف أي شيء آخر، عليه أن ينسحب. في تلك اللحظات سمع هدير محرك سيارة توقفت عند الباب. أطل بحذر من النافذة فرأى السيارة الرمادية، ثم رأى صاحب الكلب. لما سمع صوت المفتاح يدور في قفل الباب قفز من النافذة وصار في الشارع، وما لبث أن تبخر. توقع أن تكون صدمة صاحب الكلب كبيرة، وأن تكون ذروتها في اكتشافه جثة كلبه. دخل رابح سكنه الملحق بالملعب، وفي غرفة النوم بعد أن أقفل الباب بإحكام بدأ يفحص الأوراق التي حصل عليها. علم منها أن صاحب الكلب
يدعى خالد بن زروال، كان في جملة ما سطى عليه كشوفات حساب بنكي في اسمه وجواز سفر منتهي الصلاحية. قلب صفحاته فاكتشف أن الرجل تنقل عدة مرات إلى ليبيا وفرنسا وإيطاليا، ولم يكن في تلك الوثائق كلها ما يفيد بأنه ينتمي إلى إدارة ما أو جهاز أمني ما. توقع رابح أن يذهب الرجل بن زروال إلى سرية الدرك ليبلغ عما تعرض له منزله، ولكن لا شيء من ذلك حدث، فقرر رابح أن يذهب للسؤال عن مآل شكايته ضد صاحب الكلب. لم يكن لدى سرية الدرك جديد، وكان الضابط الذي تلقى الشكاية يقول في كل مرة إن عدم توفر معلومات حول هوية المشتكى به مما يجعل الوصول إليه صعبا. يومها فاجأ رابح الضابط بأن أخبره بأنه توصل إلى معرفة هوية الذي اعتدى عليه بالضرب والجرح، وأبلغه بأن اسمه خالد بن زروال. فوجئ الضابط وهو يسمع هذا الاسم، نهض من مكتبه ودخل مكتب رئيسه الذي طلب إدخال رابح. سأله كيف وصل إلى هوية صاحب الكلب، تردد قليلا قبل أن يبوح ويحكي كل التفاصيل. أبقي عليه في مقر سرية الدرك بينما توجهت دورية إلى منزل صاحب الكلب. لم يعثر له على أثر هناك، لقد ترك البيت. علم رابح أن الرجل كان مبحوثا عنه منذ فترة ليست بالقصيرة من قبل مصالح الأمن بسبب تورطه في عمليات تهريب للسلاح بين ليبيا والجزائر، وهو يدلي بتفاصيل دخوله إلى بيت صاحب الكلب. سلم رابح الوثائق التي استحوذ عليها، لم يكن يعلم مدى أهمية بعض منها. مرت أسابيع لما أخبره أحد ضباط السرية بالقبض على خالد بن زروال بينما كان يحاول الخروج إلى ليبيا بهوية زائفة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.